نعم مشاهدينا أسعد الله مساءكم أو صباحكم بكل خير تحية طيبة وعطيرة مقدمة مني إليكم أنا تركيا سيالة نلتقي وإياكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم شي معي أنا تركيا سيالة رفقة ضيفة مهمة لحلقة اليوم نحكي فيها عن موضوع مهم جدا في واقعنا الجزائري ووقعنا السوفي بالخصوص في التربية لهذا النشأ موضوع حلقتنا النهار اليوم عن التربية الإيجابية وأهميتها وفوائدها بالنسبة للأسر الجزائرية والصوفية معي في حلقة اليوم الأستاذة سميحة جارلا الأخصائية في أخصائية ومستشارة في التربية والعلاقات الزوجية أهلا وسهلا بك الله يسلمك ان <chat> شاء الله. ونورتي في حلقة اليوم. الله يحفظك ان شاء الله <التجاب> يا <gainedigue> نعم أكيد الحديث عن التربية مهم جدا، سلبياتها وإيجابياتها والواقع المعاش اليوم من خلال النتائج اللي رانا نشوفوا فيها من خلال الشارع الصوفي وما يظهره لنا من خلال الأبناء الذين نراهم اليوم. ما رأيك يعني أستاذة سميح؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم عليه <applause> <applause> الصلاة والسلام نشكرك على الاستضافة هذه أستاذة تركية والله التربية يعني في نظري أنا هو عمق كل شيء في هذا في هذا الحياة يعني <applause> يعني أي حاجة نقول لل... ما كانش حاجه انها لازم باش تكون نعطوها اهميه والله اكثر من التربيه وهذا بالنسبه للاشياء رانا نشوفه فيها يعني تو في الحياه رانا تجي الام تقول لك راني نعاني اولادي مع سلوكيات رانا نعرفها معناها العنف العناد الادمان يعني يفيدنا رانا باش نركزوا على التربيه وباش نزيدوا وعينا فيها، لأن المشاكل هذه علاش؟ لأن نقص وعي. نعم. هاي. للأسف الشديد يعني سلبيات التربية لها واقع مم. وعواقب وخيمة مما جعل المراهقة صعبة وإنشاء نشأ جديد يعني غير متوازن في في الواقع ويرجع هذا الأمر كله لمن؟ يرجع هذا الأمر كله للوالدين. مم. هم نتحملوا حنايا المسؤوليه لان كيفاش اول حاجه الاساليب تاع التربيه معناها كل ام او اب يعني نجهلوا اساليب التربيه ولا حتى كان ربوا نربوا باساليب خاطئه مثلا عندنا اساليب التنشئه الخاطئه مثلا اسلوب مثل الحمايه الزائده هذا اسلوب اساليب التربيه الخاطئه الحمايه الزائده ان الام معناها تخدم كل حاجه لولدها حتى يجي عنده مشكل هي تتدخل حتى تخليه مثلا مثلا حتى من عمر بسيط مثلا يظل عمره عامين يبدا يعتمد على نفسه باش يبدا ياكل تقول له انا نوكلك باش تقعد نظيف كذا هي كل جهد منها مش عارفه ان ولدها حشاك يعني تخليه معاق وبعدين مثلا نوع الامهات درك في فتره الامتحانات الامهات كلهم يعانوا واش تقول لك تقول لك نين راني نقرا صح. يعني الاسلوب هذا يخلي يخلي طفل انه ما يتحملش مسؤوليته ولو في امور بسيطه يصير اتكالي يصير اتكالي تو الامهات تقول لك انايا انا يعني نشوف فيهم يعني في منشوراتهم صح. انا راني قريت انايا تقول لك راهو المعدل جاب لي كذا راني كذا فهمتي معناها كان حنايا اولادنا نقول لهم ما دمنا حنايا يعني رانا نتحملوا مسؤوليه دراستهم درست. راهم يقعدوا اولادنا ما همش متحملين مم. وهذا رانا نعانوا منه نعاني ان الطفل التلميذ ماهوش متحمل مسؤوليته حتى في المتوسط ولا الثانوي تلقاها الام تعاني. يفيدها الام هنا باش توعى انك مثلا من عمر سبعه ثمانيه سنوات انك دراستك هي مسؤوليتك انا نعاونك ولكن هي يفيدك انت باش تقرا صح لكنت. نعم الشيء هذا يعني من مثال تربية في في واقعنا في الولاية يعني بحد ذاتها أكيد هذا يعني كي تشوف الأمهات راه منتشر هذا بصفة كبيرة يعني هذا هذا بالنسبة للأسلوب الخاطئ يعني الأول هو الحماية الزائدة الأسلوب الثاني هو الإهمال الإهمال أن الأم يعني الإهمال معنى الإهمال بمعنى الإهمال العاطفي اني ما نحاولش اني نهتم بولدي والله بنتي في مرحله ما اني نسمعها اني أه نقعد معها اني نحتويها هذا كل غايب إيه عندنا معناها الرعايه معناها من الشكل اني نوكلك ونشربك وندخلك دعم وهكا ولكن العمق ما كانش معناها اولادنا عندهم عدم آه آه معناها الاشباع العاطفي ناقص ياسر هذا روش خلى راهي نشوف اولادنا راهم بعاد علينا يعني يكون عنده صديق يعني يحدث ويخرج معاه ولكن تقول لك ولدي المراقرة ما يحدثنيش والله بنتي المراهقه تحدثني هذا كل رجل للأم نقوله يفيدك يعني أنك باش تفتح الحوار مع وليداتك يعني ذا أنك كل يوم تعطي حتى دقتين ولدي واش دي ومش بيك نشوفك اثر آه بشكل ايجابي اكيد اكيد تلامسي مشاعره يعني هو شو يقول امي تحس بيا ولكن نحن تو علاقتنا مع اولادنا غير ارواح نبحثك والله علاش درت صح امر أه ولا نقد كانك تحاسبي يعني اكيد امر ولا نقد هذه علاقاتنا مع اولادنا والله وش حتى, حتى الابناء يعني في حتى باش يجي يعني ويحكي الام ولا الاب تاع يكون خايف أكيد ونقطة أخرى أنه يفتح قلبه يعني ويحكي للأم ساعة كذا وكذا وكذا وبعد يحس كأنه فيه خيانة يعني من طرف الأم أو الأب في أنه يسرب الأسرار تاعها يعني للخالة أو وغيره يعني الحاجة اللي مخوفة الكثير من حتى يعني في كبار السن في الوقت الحالي خلت العلاقة ما تكونش بين الأم والابن ولا تكون أنها معناها سطحية العلاقة بيناتهم آه بالنسبة للأم نقولها يفيدك أنك باش تبني علاقة قلبية مع ولدك لأن من الحاجة اللي عندها تأثير كبير على العلاقة بين الأم والابن هو التقبل والحب اللي مشروط يعني نحبك نحبك عن جرك ولدي صح لأجل نقطة معينة لو كان أو معين. يتأكدوا من هالكلمة هذه حقيقه يعيشوها مم. خلاص على بالك تاكدي انه حياتهم تتبدل كليا مم. ولكن للاسف احنا اذا جبت معدل سمح نحبك هك اذا راك كنت متربي ومتادب نحبك معناه وليداتنا حطيناهم ديما في مقارنه حطيناهم ديما في مقياس معين اللي حابه نشوف ولدي عليه هذا تحبهم اولادنا وهذا لا معناها حاجه ما حتى انسان انه شوف الذكاء تاع أولادنا يعني الجيل الجاي تو جيل مم. ذكي جدا ما شاء الله بشخصيته وب... مسيطر و... ما شاء الله يعني ولكن التحدي اللي عندهم يعني أنهم عندهم آباء وأمهات الوعي تاعهم بسيط مم. هذا التحدي راهو معناه يفيدنا كأمهات ويفيدنا كأولياء أن نطور من أرواحنا نتعلم نتعلم ثم نتعلم ثم نتعلم لان امنيه كل ام او اب اني نكون ابن ناجح هذه امنيتنا كل ولكن الطريقه اللي باش نتبعها انه باش يكون عندي ولد ناجح وشو صح وللاسف يعني في الوقت الحالي حتى يعني من جانب التطوير يعني الاباء والامهات يقول لك لا انا خلاص عندي مكتسبات ومعرفه م. من خلال تجربه نغلط ونصيب م. بالعكس يعني كيفاش يعني هنايا ندخلوا يعني ثقافه انك لازم تطور من نفسك من ناحيه تربيه الابناء في في الوقت والجيل الحالي يعني لانها صعب سبحان الله هي التربيه التربيه هي وشو وتعلم مستمر مم. لان ولدك مولى عامين مش كيما مولا 12 سنه نسموها متاخره لكن هذه مثلا في ستة اشهر طفوله متقدمه وفي 12 سنه طفوله متاخره مم. يعني انت تشوفي احتياجات ام او ابنك هذه ايه كل تجي من تظلي الام مركزه على حياتها ومركزه على وليداتها تفهم كل واحد احتياجه لان كاين فروق فرديه لكن حنايا عايشين عايشين معناها المجتمع نتاعنا ولا علاقاتنا اه مع ابنائنا عايشين في لوم نقد مقارنه الشيء هذا مش عارفه الام راهي تهدم في ولادها فعلا وتهدم في شخصيته وبعديك الطفل ويعود في انتقام مش عادي يقعد كما هكا معناها ما تبقيش تشوفيه إلا بنظره طفل صغير بالعكس الطفل يكبر شوفيه راه شاب شاب المستقبل والطفل راهي حتى هي كما هكا وحتى العقل اللاواعي يعني تاع الابناء يبقى يخزن يعني في هذيك التصرفات كلها ويبقى يعني يشوف في الاباء والامهات تاعهم بهذيك النظره تاع اني كنت صغير وفي يوم من الايام درت لي هذاك التصرف صحيح كيفاش يعني نحاولوا نهيئوا الاطفال انهم ما يخز ما يبقوش يعني مخزنين تلك الامور السلبيه. سبحان الله هذه لا اراديه. تو اي انسان جيبيه قول له تفكر لي موقف صار لك في حياتك. مم. موقف معناها آه شو نقولوا آه حزنت من اجله. يرجع يتفكر لك وتجي الاحزان وكان الموقف راه حصل اليوم. مم. احنا باش يفيدنا رانا نقول الامهات انا ولدي مش عاد ولدي 10 سنين باش نكبره ل 40 سنه. صح. ولكن انت يا ام كوني واعية أهبطي العمر ولدك أهبطي العمر ولدك وشو فيه ولدك وش بيه وكما نزيد قلت ونزيد نكرر أنك لما ابنك توصي له فكرة أني نحبك بدون شروط يعني التقبل هنا أولادنا تتغير <applause> فهمتيني آه والاضافه يعني كاين اسلوب يعني آه الاساليب الخاطئه اللي آه ذكرناها كاين اسلوب التسلط اني نايا امك ما عندك حتى كلمه ما عندك على كل حاجة. حتى راي نايا امك اللي جبتك لازم تسمعني ولازم تقول لي ولازم كذا وكذا وكذا ولكن هذا ما يجيش باش ينشا تنشا عندنا شخصيه عنيده شخصيه عنيفه شخصيه محبه للانتقام مش واثقه من نفسها نعم خاصة يعني أن في الوقت الحالي أبناء اليوم مش, مش نفسهم يعني تعجيل الثمانينات أو التسعينات وغيرها ففي فرق يعني كبير جدا وفي حتى جرأة وقوة شخصية في الأبناء وأنك تحتاري فيهم يعني ما شاء الله يعني السرعة في الرد والدهاء والذكاء وقوة في الشخصية يعني إيه ما شاء الله شوفي حتى احنا نقول قال لك سبحان الله يعني بعض الدراسات قال لك الطفل كيولد الذكاء نتاعه 90% وكيوصل وكي يوصل عمره ست سنوات او سبع سنوات يتدنى يوصل الى 10% شوفي معناها رانا حنايا نسببوا في كسر شخصيه الطفل وحنا اللي نضبطوه مم. وحنا اللي نخلوه المفروض راهم الوالدين يكونوا سند لاولادهم هذا كله نقول لك اللي علاه اللي نوصل للمرحله هذه قله الوعي مشيني عارفه انه الطفل كيفاش نتعامل معاه على الاقل ادنى حاجه ان نتعلم اساليب التربيه م -م. على الاقل عندي حلول مثلا كي يجيني ولد عنيف كيفاش نتعامل معاه كي يجيني عنيف كيفاش نتعامل معاه حنايا نقص المعرفه هي اللي خلتنا نوصلوا لهال المرحله هذه صح ويؤدي يعني للتهديم وتحطيم الابناء سبحان الله شو نقول آه، تهديم المجتمع م -م. كي تهدم كل واحد يهدم ولده وخلاص يعني المجتمع وين صح وهذا راجع لحاجه اخرى ثاني غياب غياب القيم غياب القيم في اسرنا يعني للاسف الاسر السوفية يعني بصفه خاصه حتى مهتمه غير بالمظاهر المظاهر الجوهر ما كانش القيم قيمه الصدق قيمه الامانه هذه يفيد ان من صغره الطفل مش عليه يتربى عليه لان القيم هذه وتبنى عليها قيم اخرى معناها يفيد الام باش تكون كاين امور معناها خط احمر فيه. صح وتكون واضحه هذا كل من الحوار يعني آه كاين سبب اخر غياب القدوة المراهقين تاعنا اسماء المغنيين كل عارفينها اسماء اللاعبين كل عارفينها ولكن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم غائبه الصحابه ويها. غياب القدوه هو اللي فصلنا لهالمرحلة المرحله رانا فيها دا. هذا من ناحيه من ناحيه اخرى شوفي تو الامهات شوفي الدعوم ما كانش ام تقول لك ما قريش الدعم من سنه في اولى سنه ثانيه سبحان الله م. وكان ولدها يوم قال ما نروحش المدرسه ما حبيتش نروح يا ودي خلاص يعني <applause> عندها مشكل كبير ولكن وين التعليم القراني ولو كان نهتم التعليم القراني في بيوتنا كيفاش باش تكون اولادنا صح كي ولو نهتم باذكار الصباح والمساء قد ما تخرج المدرسه يا ماما لازمك اذكار الصباح والمساء لازمك اذكار الخروج اذكار الدخول هذه الامور هذه يفيدنا باش تكون دستور في حياتنا صح لان الاشياء هذه هي اللي تغذي اولادنا اكيد انك يظل صغيرك تغذي تغذيه روحيه متشبع بقدوه الرسول صلى الله عليه وسلم بافكار ايجابيه افكار معناها مثمره شوفي نعانوا في المراهقه ولا ما نعانوش صح شوفي انت يعني المشاكل راهم والتحديات اللي رأه عايشينها اولادنا من واش؟ من الفراغ الاسري المشاكل الأسرية إن الأم ظل هي والأب في شجار في مشاحنات عن أتفه الأسباب. لكن اذا كانت اللي اذا كانوا معناها الزوجين راهم متاهلين آه متاهلين قبل الزواج راه ما الامور هذه اكيد يعني خاصه ان في الوقت الحالي آه طرأ في بالي إني نتزوج نتزوج وندير عرس كبير آه تصدير الفلانيه والذهب والجهاز وغيرها وغيرها ولكن آه كيفاش يعني راح نخوض هذه التجربه اصبحوا يعني يشوفوا الزواج كانه معركه يا نربح يا نخسر شفتي سبحان أه و... بسبب غياب التأهيل ان أه شاء الله ان شاء الله اللهم امين والشيء هذا يعني عكس بشكل سلبي جدا ونشوفه يعني في الوقت الحالي آه كل يوم يعني كم الطلاقات يعني بشكل يعني رهيب جدا يعاني المجتمع ويسبب هشاشه في المجتمع وشرخ يعني عميق مش راح نقدروا لها حل الا بوجود يعني تاهيل سليم وعقل سليم أكيد وشخصيات أه فعلا نقتدوا بهم واعية. يعني هذا النقطه باش باش تغير هي وعي الوالدين هذه بالدرجة الأولى مم. ووعي المجتمع يعني أي شخص عنده علاقة بالأطفال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يفيده باش يطلع على التربية على أساليب التربية يعني باش نحطوا اليد في اليد ونلحقوا إلى مجتمع واعي مجتمع مثقف صح مش أنا غير الموضة غير الفراغ يعني عدنا نشوفه فيه الآن أكيد نعم أنا اكيد كي قولي بعد 20 سنه كيف يكون هذا المجتمع؟ نزيد اضافه اخرى يا امهات يعني كي تشوفوا اولادكم شوفوها بعد 20 سنه كيفاش باش تكون؟ كيفاش راني تو باش راني ندير؟ ركي تبني يفيدني باش نصبر مع اولادي يفيدني اني باش نتعلم مع اولادي وما تستنيش النتيجه حنايا حتى الام تجي تدير مثلا استشاره ولا تستنى وين التغيير لا انا ندير والباقي انا اسعى والباقي على الله عز وجل على الله واحتسب الاجر ديما الاجر يا ربي راهي تربيه اولادي لوجهك الكريم صح لوجهك الكريم ان شاء الله نحتسب الاجر من عند الله عز وجل اكيد ومع الدعاء نعم هذه حاجه ما ننسوهاش لان التوفيق من الله عز وجل نعم ايضا يعني من اهم النقاط كيفاش يعني راح نغيروا من واقعنا العادي للتربيه في تربيه عاديه لكن التربيه اليوم تغيرت يعني ما هيش نفس التربيه تاع جيل اليوم غير جيل الامس متطلب يحب يعني يعبر يحتاج المشاعر فعلا صادقه من الام والاب حتى يعني من من افراد الاسره ككل جيل اليوم يعني ما هو جيل جيل الامس سواء كنت عمه خاله يعني تكوني مطالبة من قبل هؤلاء الصغار في أنك تقدمي لهم فعلا الحب, الحب عفوا والمشاعر وتكون فيه مودة وألفة لأنهم فعلا يلاحظوا فكيفاش نغيروا من واقع تربيتنا العادية للتربية الإيجابية؟ أول نقطة اللي راني نشوف فيها من نظري أول حاجة اللي تغير علاقتك مع أي شخص هو التقبل هذه النقطة الأولى أنك تتقبلي صغيرك كيما راه قالوا عنا عنده فرط حركة تتقبليه ما يعرفش يتحدث تتقبليه جايب نتائج متدنية تتقبليه علاش لأنك ولدي يكفي ونحبك عن جارك ولدي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أه الحوار في اي موضوع حاولي صغيرك ندي ونجيب مش امر طبق لا ماما وعلاش حاب نروح لصاحبي علاش ماما حاب تروح لصاحبك آه كذا لا ما قدش نخليك ماما كذا تروح شويه عن ادي وجيبي معاه من هذا صاحبك من كذا يفيدنا باش تدي وتجيبي معاه حتى كانك انت راكب بعدين باش ديري قرارك ولكن اعطيه يقول لك خليه حتى النص نشوفه يكون عنده مساحه يكون عنده مساحه هذه من ناحيه من ناحيه اخرى أه... تشجيع وتعزيز السلوك لان اولادنا ما همش يديروا في حوايج أه... معناها ما همش حوايجهم كل الاشياء اللي يديروا فيها كل حوايج مش ملاحه ولكن نحن نركزوا غير على السلوكيات الخاطئه. في حاجات تعبر على شخصيتهم هم بحد ذاتهم. اي كاين احنا نركزوا غير بطبيعتنا نركزوا غير على السلوكيات الخاطئه م. وهذا الشيء اللي زاد ولادنا زادهم عناد. انت يا ام تشوفي ولدك تضلي عينك على ولدك وتشوفي ولدك دار سلوك آه صحيح عزيزي ربي يبارك يعطيك الصحه ولدي عجبتني بكذي كي جيت وحطيت محفظتك في بلاصتها روعه بارك الله فيك. فهمتيني باش يتعزز السلوك ما ولكن السلوك اذا ما شكرتيش والله ما شجعتيش يوما يقول لك انا درت درت درتو لكن حنايا السلوك يدير سلوك خاطئ هزلك مره الف يا سراق ويا ويا ويفيدك ام افصل السلوك عن الطفل ولدي انت ما شاء الله عليك لكن السلوك اللي درت هذا هو الخاطئ مش مفروض يتكرر مره اي ولكن حنايا نلصق سرق سراق كذب كذب يفيدك يا ام باش توصي لولدك السلوك نتاعك هو اللي ما عجبنيش مش انت انت ولدي ولكن السلوك نتاعك هذه ركزوا عليها لان ياسر عباد دمرت حياتها وتاثرت وتعبت في حياتها كما نرسقوا سلوكها بالانسان تتهميه انت راك سراق انت راك كذاب انت راك آه فوضوي الحاجة. انت فوضوي انت ذبذاب انت انت انت, انت. هذا الشيء راهو يكسر صغيرك نعم آه، اضافه اخرى يعني الاحتواء يفيدك يا ام انك باش تحتوي بنتك تحتوي ولدك راهو الشارع ما يرحمش يفيدنا باش تديري وقت مع أولادك أولادك اهم من كل شيء اهم من كل شيء حتى اشغال المنزل أولادك فيدك باش تديري وقت لانهم اولادك هم حياتك هذا باش نشوفوا في ال... في الواقع رانا عايشينه آه هذه من ناحيه من ناحيه اخرى يعني آه وصلي كلمه اني نحبك تحضني اولادك اني ولدي نحبك المشاعر إيه. إيه ولدي ما شاء الله عليك يدخل صغيرك ربي يبارك الحسد ضوي يحس اهميته مش نهار رانا في صراخ ابتعدي على الصراخ صح يفيد لان التربيه يفيدها حكمه يكون فيه شوية ثناء ومدح أكيد شخصية الأبناء فيك مش تكوني حكيمة ولكن إنسان يصرخ إنسان نهار كله غضبان ويحبوش ما يحبوش حتى تواجدهم معك في أه يبدو ذات ماذا ما يشوفكش الضرب الضرب لو ما يربيش خاصة في جيلنا تعدي كوني حكيمة وفتشي عن بدائل باش تغيري وكوني قريبة لولادك وهذا كل يمنع اني باش نحط قوانين في المنزل صح ما خليش ولدي عمره 14 سنه يروح يقصر لأ 12 تعلي ولا 11 تعلي لا. صح لازم تكون في مراقبه كاين تك... أم... إيه امور قوانين باش تحميه و تحمي نفسك امم والله آه طفل عمره 14 ولا 15 ولا قد عمره باش يرفع صوته عن امه ولا على باه هنا إيه كاين امور تكون الام راهي معناها شو نقول خط احمر تكوني موضحه فيها الامور من قبل اول مره مش عارف اذا طلع الماما هذي المرة راني سمحت لك صح. المرة الجاية الشيء هذا ما تقبلش هيك باش يكون الصغير كاين عنده حدود مش راني معيشات على الهامش المرة مش. الأولى تكون برفع الإيد والصوت المرة الجاية ايه تعود في حوايج أخرى في سبب يفيدك أنت على نجيبوا أولاد عن جل باش يبرونا يفيد أن ولدك باش تعلميش الشيء هذا وتخيلي إذا كانت احنا نتبعوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتدرسوها في المنزل ورانا معناها نتعلموا قصص الصحابة وقصص الرسول الأنبياء كيفاش باش تكون معناها صغيرك تعطيك كل حاجة راه يهز منها صح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكيد يعني كيف ما ذكرتي إنه يكون في أسلوب محدد في التعامل مع الأم والأب يعني هذا الشيء راح يكون ليه دور كبير إضافة يعني حبيت يعني أكثر جانب نحكو فيه هو ثقافة الاستماع للأبناء مغيبة يعني جدا احكي لي يعني المشاكل تكون عندك في اليوم احكي لي وش صرالك في المدرسة احكي لي يعني الصديق هذا كيفاش قلقك كذا وكذا وكذا فالشي هذا مغيب كليا يجي مجرد ما يقولها يا ماما يا ولا يحكي معاها ما تحبش الشي هذا يعني يحز في خاطر الأبناء بشكل كبير اكيد هو على بالك نظره الابن للام راه يشوفها احسن مخلوق على وجه الارض مم. على بالك يجي ويقول لك راه المعلم قال لي وقال لي وقال لي شكون انت يلزم كذبك انت هو وانت وانت صح. انا عفات كيفاش هو. معلم شغل على بالك كانها تسود الدنيا في عينيه انت كي تسمعي يقول لك ولدي صح ولد ضربك الاستاذ قدام اصحابك بالحق تغيظ العبد تقريبا نيتان قدام اصحابها لو قلتي لها عندك الحق للأستاذ الاستاذ الحق صح. ولكن عشتي مشاعر باللي كانت كي. وش يقول؟ يقول يقول امي سمعتني حست بيا اه ماما تحبني صح نقول لهم حتى صغيرك ولو يقول في حديث تاع اسمعي له راه في وقت معين تبدي تفتشي باش تسمعي له وما تلقيش لأنه يقول لك وينك من كنت حابه تسمعيني وين كنت يا ماما يقرر انه يحتفظ بكل حاجه لنفسه اكيد لان الام مشغوله مشغوله امام الاشغال المنزل ولا مشاكل مع زوجها ولا مشاكل مع اهل زوجها والله بحوايج السوشيال ميديا آه في في غير اولادها اولادها دايرتها ماكله شراب قرري في الدعم نعم. هذه هي والحاجه اللي نحذر منها الامهات ردوا بالك رد بالك ردي بالك يا ام وكوني ام واعيه من الهاتف النقال صح. راكي دمري في صغيرك يعني الدكتور مصطفى ابو اسعد الله يذكره بالخير يعني يتحدث قال انك تمدي لولدك عمره 15 سنه ولا 16 سنه هاتف نقال كانك تمدي له المخدرات. للاسف يكون ادمان سبحان الله راكي انت تربي ولكن هذا يدم اذا كان هو يشوف فيك في اليوم زو سوايع مثلا زو سوايع هذا الطفل اللي عنده علاقه مع امه ويحاول يقعد زو سوايع مثلا في اليوم. <applause> قد راهو يقعد مع البرطابل اكيد تاثير البرطابل باش يكون, يكون اكثر من تاثيرك انت صح اكيد تاثير اصدقائه باش يكون اكثر من تاثيرك انت هنا يفيد الام حتى اصدقاء ولدي من عمره ثمانيه سنوات ابدي خيري له صح. الرفقه الصالحه تكوني متهنيه يفيدك اديني برنامج لولدك من عمر صغير خمس سنوات ست سنوات نقيلة أصحابه هيا أرضيهم للحواش طيبين وما يلعبوا من أجل أنك تبني جو مليح لولاد ولا الأم تجي بنتها راني رايحة لصاحبتي وراني ما لا لمان حتى في واحد الوقت نتو عاد وقت يخوف يخوف أحذري أحذري ثم أحذري بنتك رايحة بلاصة نروح معاك حتى وقتها تاع المدرسه عن قد تخرج نخرج نهار خرجت بنتي نخرج وراه نشوف ني قد يشد من هنا للمدرسه صح. ونجي نشوفها بنتي وين راحت وش كذا وش ما هيش معناها ما نقولكش ما تدخليش في شغل راكي محقق ولا لكن ايش إيه. طريق يعني بنتي عن قد يعني آه. معناها طولتي شوي كش. تقول لك انا يعني قاعد نمشي مع صحباتي ولا داهمنا على الحانوت يفيدك باش تكوني ام واعيه حم. حتى ولو كان ظهر مشكل نقول للأمهات راه كاين المشاكل وكاين التحديات بتكوني تكونيش أم كيجيك كي يقولك بنتك راهي دايرة حاجة ولا ولدك ثوري خايفة راه كاين شي لكن كوني واعية وكل ما كشفتي المشكل كشفتي كشفتيه بكري كل ما هو خير ولكن مش عايجي بالقوة يجيك بالمصاحبة وبالحوار ونوسع عنايا بالي ونصبر عن جيل باش نلقي حل وندق كل الأبواب باش نساعد ولدي والله بنتي ونعطي يد المعاونه اكيد ونكون ام حكيمه باش نو نوجد قرارات يعني لهالحل هذا نعم لهالمشكل هذا اكيد ايه. جميل جدا أه، نشوف فقط بعض التعليقات أه، اسامه غرغوت السلام عليكم ابو جدان السلام عليكم أه، بركاته عليك يا تركيا وعلى ضيفتك الكريمه وان شاء الله تكون الحصه مفيده للجميع نعم اكيد بوجود الاستاذة سميحه أه، نصائح قيمه جدا يعني قدمتها استاذة هناء خالد تبارك الله ما شاء الله استاذة سميحه بارك الله فيكم تركيا والضيفه الكريمه شكرا لك يا استاذة هناء خالد ايضا ابو جدان تربيه جيدة للاولاد لازم الاب أحب يكون صديق ويرافق في كل التحركات والسلوكيات نعم, نعم هذه من الأمور الإيجابية فعلا اللي حكت عليها الأستاذة آه سميحة في حلقه اليوم كذلك يعني في بعض من الاباء والامهات راهم يطمسوا فعلا في شخصيه الابناء من خلال الاشياء اللي راهم يحبوها يعني من خلال المهارات والمواهب وغيرها يعني كيفاش نحاولوا ان نوعوا الاباء والامهات ضروره يعني ترك الابناء يديروا الاشياء اللي هم يحبوها والله الاشياء اللي هم يحبوها علاش قلنا احنا يفيدنا باش يكون كاين حوار <applause> يعني نشوف احنا يا راي يعني في رانا في دوله مسلمه عندنا قيم عندنا عادات عندنا تقاليد معليش يكون الطرح ويفيد الام يعني باش ندي ونجيب مع ولدي اذا كان الشي هذا يفيده وما فيش عيب وما فيش حوايج يعني باش تخليه يعني يخرج حاشاك على الطريق وكذا معليش ما حتى يفيد باش نشجع ولدي <applause> وباش نكون معاه سند لان هذا شغفة صح جميل جدا آآ ايضا يعني الوصول يعني الاساسيات السلوك آآ عند الابناء كيفاش يعني نوصل الاساسيات آه نشوفوا تصرفات خاطئة يعني تجي منهم في هذه الحالة آآ كيف هل... أساسيات السلوك يعني كيفاش نعزز فيهم الأساسيات الفعلية للسلوك الطيب سبحان الله <applause> <applause> قلت يعني الام كي تكون ام واعيه ولدك اكيد راهو يدير سلوكات مليحه انت كي تعززيه مثلا أه جاك ضياف ولدك عاد هكا ما آه. حتى معناها صدفه تنجد مم. تكون الام ملاحظه ما شاء الله تبارك الرحمن ولدي كذا وكذا جابات تقولي لي اليوم مثلا ولدي عبد النور وقعد قاعد مهذب راهو قاعد هكا نعم فهمتي كي ننتبه كي ننتبه وتكوني واعيه مع صغارك هنا يكون تعزيز السلوك نعزز ما شاء الله كوني واعية هنا معناها السلوك يزيد منا الطفل ولكن للاسف امهاتنا والله نحن الامهات نتكلموا غير على الحاجه السلبيه صح ولدك مثلا جاب نقاط مليحه يعني جاب مثلا نقطه مش مليحه في الرياضيات سبعه وعليه هنا قلت لك قلت لك وهملنا النقاط الاخرى صح هنا الطفل وابنك واش يقول؟ نايل الحوايج السمحه كل ما همش يشوفوا فيه يشوفوا كم في الحوايج باش اما أم انا نزيد منها فهمتيني؟ تكون عمليه عكسيه هنا آه. يفيد احنا باش نقول له ولدي ربي يبارك نقاطك الاخرى ما شاء الله عنها ولكن شفت الرياضيات ندير شوي قادر ولدي يزيد تستدرك يلا نتعاونوا ونديروا خطه باش يطلع فيها المعدل شوفوا كيفاش هي إيه راهي خطي الطريق صح نفس معناها توصيلها نفس الفكر خطي الطريقة معناها توصيلها فكرة ولدك هو مريح وفرحان وفكرة ولدك أنه مهان وليمات وراه صح موش للأسف متقبل. الشديد للأسف يعني مفروض يعني يتغير كليا يعني الأسلوب لأنه أغلبهم يتعاملوا بشكل سلبي مع الأبناء نشوفوا تعليق أيضا من أمي الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك فيسبوك تاع سميحة آه جار الله آه في الفيسبوك ديرو آه المدربة, المدربة سميحة جار الله إن شاء الله راح آه تلقوا آه الحساب تاعها كلام نواعم أيضا موضوع في القمة شكرا ليك يا كلام نواعم بالخصوص يعني موضوع حلقتنا النهار اليوم تقدروا أنكم تسألوا الأستاذة سميحة أي سؤال وهي على المباشر إن شاء الله راح تجاوبكم بخصوص جميع الاستفسارات الخاصة بكم موضوع يعني التربية الإيجابية يطول ويطول جدا يعني حلقة واحدة مش راح تكون كافية إن شاء الله يعني مش راح تكون أول وآخر حلقة مع الأستاذة سميحة نحاول ننوع إن شاء الله في مواضيع قادمة ونحكو فيها وإياكم بشكل مفصل وعميق إن شاء الله كلمة يعني تحب تقدميها يا أستاذة سميحة قبل ما تكمل فقرتنا شكرا لك يا تركيا على هذه الاستضافة يعني من هذا المنبر وصلنا صوتنا يعني وحبينا نزيد الوعي هذه إضافة بركة نزيد الوعي للأمهات وللأولياء أن أولادنا أحسن نعمة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته نعم. هذه الحاجة اللي ماذا بينا كل عائلة تكتبها بالخط العريض وتعلقها في في بيوتها آه بالشهاده وتحفيز ونشكركم شكرا ليك لك استاذه سميحه على كل النصائح اللي قدمتيها مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مكملين معكم حلقتنا النهار اليوم رجعنا <متكتور> <متكور> للواد أهل اخوه عزاز علينا اهله اخوه عزاز علينا عزاز علينا جعلنا للوالد أهل إخوة عزاز علينا عزاز علينا ريحه لشتاء ورمان عليها تربينا ريحه لشتاء ورمان عليها تربينا بالصيف علينا ويا مصعب لنا علينا زاز علينا زاز علينا أهل وإخوة عزيزة علينا زاز علينا عزيزة علينا علينا زاز علينا نخله بالمحال ينسى اصلا بالمحال يستغنى من محال ينسى اصلا نعمل طال لما يطول ما يجيدينا نعمل طال لما يطول ما يجيدينا

ثاني فقرة حلقتنا النهار اليوم معنا ضيف مميز وهو نوري للأشغال اليدوية أهلا وسهلا بك شكرا أختي نورتنا في حلقتنا بسكرة. لليوم شكرا بيحر. طبعا الكثير من النساء يهتموا بجانب الديكور وبجانب آه ملء فراغات آه الحائط وفراغات الزوايا اللي تكون في المنزل فهناك فن يعني من الفنون الهندسية الجديدة في فن الديكور ألا وهو فن الفوركس ولا البي بي أمدي. سي الام دي اف نعم والبي في سي آه معنا اليوم نوري الاشغال اليدويه يحكي لنا اكثر على هذا المجال مجال هو من ناحيه انه ديكور ونفس الوقت في استعمالات يوميه حلو كان يكون عندك ذوق خاص بكل الالوان بكل الاشكال معناها بامكانك تستعمل كل شيء معناها من اصغر الحاجه لاكبر حاجه معناها تستعمليه ديكور صغير يعني تحفه فنيه كتحفه فنيه وتقدر تستعملي كاستعمالات يوميه جميل عادي يعني الاستعمال اليومي يعني كمنظمات وترتيب منظمات كترتيب تقدر اسر صغار منهم ديكور ومنهم مراج حائطيه ساعات حائطيه انها منها ديكور ومن نفس الوقت استعمالات يوميه جميل جدا كل المجالات سمع فتحي عرض لنا مجموعه من الاعمال اللي آه تم انشائها من قبلك يا نوري احكي لي يعني من وقتاش وانت تخدم في هذا المجال تقريبا من 2014 تقريبا ما شاء الله ثم تخصصت في, في الديكور مش ما قبل نخدم لكن في 2014 تقريبا تخصصت في الميدان ديكور بشوي بشوي نزيد يعني واش طبيعه الاعمال اللي كنت تقدم فيها يعني قبل ما تخصص في الديكور حكم ان الاشغال اليدويه مميزه وفيها فروع في جانب تقليدي وفي جانب حديث هو كل شيء حقيقه خدمنا الحوايج التقليديه ونفس الوقت حتى الحوايج الجديده حسب مع الوقت نخدمه م -م. والاعمال العاديه معناها سوفي صوفي مع الاعمال كلها خدمناها يعني صح كمواطن صوفي يعني عاديه يعني جميل جدا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي يحبوا أنهم يخدموا في هذا المجال وش الحاجات اللي لازم يركزوا عنها فعليا؟ لازم أه، تكون عندك الروح، م -م. أنا ما دام عندكش روح في الإبداع وروح في, في الحب هذه السوالح هذه ما يقدرش أي واحد يعني ونفس الوقت ما تدخلش بطريقة تجارية يعني. منها مجرد ماده ولا باش تستعملها غير مدخول اما ما تلحقش المستوى ما توصلش المستوى تقعد في بلاصتك لازم تكون عندك روح خاصه روح تبدا روح التميز تميز الافكار جديده نقولوا احنا تقدر حتى تجسدها من فكره بحاجه اخرى معناها تقدر تهزي افكار من الناس وتطور افكار الافكار اللي تكون آه موجوده انا ما تكونش محجوزه في مجال معين مثلا غير ديكور لا تكون ديكور نفس الوقت استعمالات ما تكونش محجوزه في مجال واحد في مجال واحد. آه طبيعة يعني المادة اللي نخدموا بها هذه الأشكال للديكور، هل قادرين آه نديرها يعني في مكاتب أشياء آه تكون أمتن من هكذا ولا آه تكون آه في الديكور فقط؟ لا كيما قلت لك تقدر تستعملها ديكور تعتملها استعمالات يومية معناها في مفتوح مجال مفتوح. هذه معناها في أي مجال. نعم جميل جدا من غير الابداع والتميز اللي لازم تكون موجوده في اي شخص انا يعني حبيت ندخل في هذا المجال وش الادوات اللي مفروض انها تكون موجوده عندي هو أنا كيما قلت لك قلت عندك ابداع بوسائل بسيطه تقدر توصلي لنجاح اي <applause> يقولون احنا سكين عاديه اي حاجه ما تحبي عندك في روح والمتعه تستعملي يعني ابسط حاجه وتخرجي باحسن نتيجه جميل أيوة الأحسن وإن كما كما من الاحسن كما كيما يقولوا كيما نتطور نكون احسن بصح كي يوقع فيها التطور معناها تفضل اللمسه تاع يعني اليدويه هذيك تولي عاد لون اللي سمع لمسه صناعيه ما عادش لمسه يدويه يا اخي احسن تكون لمسه يدويه معناها الاعتماد الكلي هنا على الادوات البسيطه بسيطة جدا بسيطه باش توصل انك مستوى وبين. انك وصلت الـ مناشير يدويه مثقب يدوية هكذا حاجات بسيطه باش توصل يعني مستحيل باش تخدم بصبعك كما يقولوا ولا بيدك يعني لازم هذاك كان تكون بسيطه وتكون عندها ذوق خاص وعندها متعه خاصه في الاستعمال نعم اكثر يعني الطلبات اللي تكون خاصه من عند النساء آه وش هي يعني من ناحيه الديكور اغرب الحال الرفوف بسيطه منها منها الزينه ومنها الاستعمال آه مكاتب تاع اطفال مرآة نقولوا حياتي ساعات حياتي منظمات آه عادية جميل حقيقة. جدا هذه يعني مجموعة من الصور للأعمال اللي يخدم فيها نوري للأعمال أو المشغولات اليدوية المحل تاعكم وين جاي بالضبط؟ حي باب الغربي قمار باب الغربي في قمار اه لكن نعم. المحل و... ولاتولية في حي الشهداء هنا في قمار آه لا في قمار جميل, جميل جدا آه. خاصة يعني إن حتى في المطبخ يعني كان فيه رف يعني ينظم الكوشة والميكروويف كاين كاين وكاين حتى البابي ألمنيوم ولا هذيك ذيك رف سبيسيال تاعها ما لا بالطلب الإنسان معناها أي صورة أي فكرة في إنسان نقدر جسده على أرض الواقع حلو ساعات ممكن نحن ما عندناش فكرة معينة بصح كي يجيب الزبون أو المواطن نطبقوها ديما نطبقوها في حلو آه ايضا الام دي اف وش الفرق يعني بين الفوركس والام دي اف ولا نفس الماده لا هذاك تقريبا يروح الخشب هو خشب صناعي ماهوش خشب نقول بديل الخشب كما يقول هذاك نعمل البلاستيك ولا بي في سي ولا بي في سي. آه. آه. قادرين نستعملوه حتى على الاسقف آه يستعمل كموتيفات كزينه ك ديكور ك سهرات نقولوا سهرات كاناره فوركس كما الخشب كي حلو جميل جدا مع الاشخاص اللي يحبوا انهم يتعاملوا معه قادرين انكم تتواصلوا معه على حساب الفيسبوك نوري الاشغال اليدويه الفنيه هذا اسم الحساب نتاعو وهذه الاعمال اللي يعرض فيها سواء كانت مراه سواء كانت رفوف للتنظيم سواء كانت منظمات في الحمامات و المطابخ كذلك جميل جدا ونشكرك فعلا على حضورك وقدومك معنا في حلقتنا النهار اليوم وعلى هذه الأفكار المميزة اللي فعلا أنتم تقدموا فيها حتى تصنع لنا التميز في أركان المنزل شكرا بارك الله فيك حتى من حسن الضيافة وبارك الله فيكم وماذا بنا بالتطور والإبداع والتواصل في هذا المجال إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا نوري وصلنا واياكم مشاهدينا الحلقه نهار اليوم نختموها بوجود ضيفنا نوري للاشغال اليدويه الفنيه ودمتم في امان الله وحفظه ريحه الاجداد واجمل